مبروك يا كباتن، طبعا مبروك لكل الشعب المصري، جمهور مصر. يمكن قبل المباراه بتبتدي قلنا خلاص مصر ده الطبيعي بتاعها يا كابتن، ده الطبيعي ان احنا ناخد بطوله، ده الطبيعي ان احنا واحنا بننظم ما بنلعبش بس ان احنا يا دوب نطلع نصعد للاولمبياد. لا احنا يا جماعه هو ده حقنا، ده حقنا احنا كمصريين ان احنا نكسب البطوله، حقنا احنا واحنا بننظم كمان بشكل كويس. يعني مش هننظم مرتين ونطلع من بدري يعني، مظبوط. لا ننظم مرتين ناخد مره فيهم. ده اللي حصل. منتخب الاولمبي الحقيقه اداء رائع جدا، قتال. انا مش هتكلم على الفنيات خالص، ايوه يعني سيبك من الفنيات عشان ما ناخدش في حوارات جانبيه، تمام. أيوه. تعال نتكلم على الروح القتاليه النهارده والاداء القتالي والرجوله من كل اللعيبه. الحقيقه كل اللعيبه النهارده بتادي برجوله لاخر دقيقه. لعيبه تحملت على نفسها النهارده بشكل كبير جدا. لعيبه النهارده كانت عايزه تاخد بطوله، واضح جدا في وشوشهم، واضح جدا في ادائهم، واضح جدا في رجولتهم، واضح جدا جدا ان هم النهارده مش عايزين يخلوا الجمهور اللي موجود النهارده ده 80,000 اللي في الاستاد وال 100 مليون اللي بيتفرجوا عليهم يبقوا متنكدين. خلاص هم ادوهم الثقه، فكان من الطبيعي لما تدي حد ثقه تكمل معاه للاخر. النهارده المنتخب الاولمبي كمل مع جمهور مصر للاخر، اخذ البطوله، توج حقه. النهارده احنا حق اللعيبه كلها، ابتداء من كابتن الفريق رمضان صبحي، نهايه باخر باللعيب اللي ما لعبش النهارده كمان، حتى في او ما شاركش في البطوله كمان، يعني حق الناس ان هي تفرح بيهم كمان. يعني النهارده اسعدوا كل مصر، حقيقه اسعدونا اداء مبهر. انت النهارده قاعدين يا استاذ بنتفرج، مش عايزين تاكتكس، مش عايزين نشتغل على الحته دي، احنا خلاص عارفين ان اللعيبه عندها روح قتاليه عاليه جدا، عارفين ان اللعيبه هتعمل كل اللي عليها. لو لا قدر الله كانوا اتغلبوا كنا برضه هنسقف لهم بجد. يعني النهارده لو كانوا المنتخب المصري بالاداء ده والروح القتاليه دي اتغلبوا برضه كنا برضه هنسقف المنتخب، بنقول له مبروك الاداء والروح القتاليه. شايف فرصه؟ بس النهارده كان شيء غريب. لو كان هي فرصه طبعا طبعا طبعا. وبالتالي الحقيقه الف مبروك. انا بس عايز اقرا